هاي تشيلدرن، ماي نيم از جمال الفا، مرحبا بكم في الحلقه رقم 20 من سلسله تضحك تخسر. كنبغي نقدم الشكر لمحمد على الدعم ديالو ليا في باي بال. كلكم عارفين القصه اللي وقعت ليا مع ليندا باش مشات دوز الفاكونس مع صاحبها في البحر. داكشي علاش ما يمكنش حنا ندوزو الحلقه ديالنا بدون بلا سبونسور. داكشي علاش اليوم جبت لكم احسن مغني، مغني اللي فات سعد المجرد، مغني اللي فات جميع المغنيين الامريكانيين، مغني اللي برهن على الثقل ديالو والوزن ديالو في المغرب. رحبوا معايا كاملين بالمغني الكبير ديالنا، الاسطوره الحيه أربط أربط سلوبيه، بركه بركه من الكدوب شويه، أربط 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 سلوبيه، بركه بركه من الكدوب شويه. تكذب عليا وانا عارفك، اشحال من خطره في شمس الفك، تكذب عليا وانا عارفك، اشحال من خطره في شمس الفك. مرضيتي ليا بضرب ضرب ضرب سلوبيا. اعزائي الكرام، اعزائي الكرام، دين عموري مارسيل شمايزر، الدوري الالماني، كوردوغان، حركيه كبيره لاصفر بروسيا اللي ولصا ليفاندوفسكي جول. محمد، السلام عليكم، معكم عموري قاهر الفتيات. عشت من قاهر الفتيات حيت البنت اللي شافني كتصف انا فاش كنخرج مع الباب كيقدنا شدينا على الصف، شدينا على الصف باينه. كاين عرفت غادي مالتي، كاين واحد تصور معايا، لا شوف شي لا غمزاتني شي وحده وغمزتها كتسخف حيت ما كتصدقش بان عموري بولوس غمزها. عرفت شي علاش قلت لي هي الشي كامل؟ حيت انا بولوس دونك قصتي انيبي حيتي عينيا اشكال شعري جداد الجمال ديالي ما كاينش بحالو. انا بصراحة ما بقيتش كنخدم نخرج الزنقة بسببكم، أنا كنخرج الزنقة. يا الصراحة ما كنتش كنتوقع أن شي واحد غادي يحطم السلوكية ديالي ساعة أنت جيتي يا سي عموري. غير بغيت نقولك راك نسيتي النشطة هنا في راسك. أحمد. صلاح الدين. وسام اين الاصبع الطويل، اين الاصبع الطويل، ها انا هنا، ها انا هنا، كيف حالك اليوم بخير شكرا، الى اللقاء الى اللقاء. اين الاصبع الطويل، اين الاصبع الطويل، ها انا هنا، ها انا هنا، كيف حالك اليوم بخير شكرا، الى اللقاء الى اللقاء. ضيف الولاد نصارى انس. نعم، وش هو؟ قال لي هذا لامبرياج. وهذاك وش هو؟ هذا قال لي كاساتور، وهذا فيه. وهذاك اللول باش يسميه؟ وينو؟ كاساتور، الأخرى، كاساتور. كسيراتور، اللول، ها واحد. أو لامبرياج، ها هو لامبرياج. ها؟ وهذا بري. وهذاك اللول اللي وش؟ وينو؟ هذا. كاساتور هذا. ها؟ هذا كاساتور. عطيك. هذا لامبرياج. هذا كاساتور. هذا كاساتور. دونك صاحبك اللي ما كيعرفش يعوم.
بعد الاعتداء من طرف الفيفا من طرف التحكيم امام فرق يقولون انها الاولى بطل اوروبا والثانيه بطل العالم هذا لا يمت بلا كره بسرعه على اي من المباراه الاخيره لمنتخب اسبانيا منتخب البرتغالي ابانت على ان المنتخب المغربي يستحق المرور الى الدور الثاني لكن كما قلت يعني سوء التحكيم وكذلك التقنيه الفار التي كانت يا الاخوان حيت راه غير مجرد تشويش ما يعني واخا ديروا ما بقيتش تندوز كاع الفيديوهات انا هو ندير ديال نصبع واو 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 احنا في المطرح صافي هادشي اللي واخا مريم شنو درت لك انايا بغيتو تكويروني كويتوني وعريتوني ودابا بغيتو تردوني اللي ما عندوش نص كلام في السوسيال بغيتو تكركبني دابا صافي فهمتك هبط هبط برنامج عائلي أولي وجد شي كيدوزو بدوزان إلياس الحمداني ناري 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 إذا كنت باش يفيقني كيفرع لي راسي أشرف
شي واحد عاطف ها اللي قلنا ها اللي قلنا يلا كنهضروا عليها ها هو غمطوا كضحكوا ضربني وقال لي قولي انا ما نقولش قولي ما نقولش غادي تجي ما نقولها انا خليني شنو ضربني وقال لي قولي انا ما نقولش قولي ما نقولش غادي تجي ما نقولها انا خليني شنو قلتي في الاول ضربني وقال لي قولي انا ما نقولش قولي ما نقولش غادي تجي ما نقولها انا خليني صافي تجي تجي امك وقولها لي ويام بلال ياسين انا مزوج شحال عندك انا 4 نساء عندي 4 نساء تبارك الله كيفاش تدير معاهم ايوا كل وحده تاخذ الحق ديالها لا لا نطير ما تضيعهمش في كل عدل الا كان يعمل العدل مزيانه هذه كاين الشارعه انسان يعدل ولا ما يعدلش وحده بارك عليها يعني كل نهار مع وحده ولا كل ليله النوبه ديالها كل ليله عند مراه اخرى ابو جرعه ها ها القدره الجنسيه ديالك باقا كاين مزيانه الحمد لله راه مداقي لقيتي وحده باقا صغيره نديها ونعم النسب ونعم النسب يواطي ابن الكلب راه عندك ديجا 4 انا دابا اللي عندي 68 باقي عندي 68 باقي كنحب النساء باقي الحمد لله باقي بخير وعلى خير اي اي سكالير هذا بو الحوسي بنادم بنادم اللي كبر ما كيبقاش فيه داك الجهد اللي كان كتعود فيها هشاشة العظام المهم بهاد اللقطة غادي نسمعوا الفيديو ديالنا شكرا لكاع الناس اللي شافوا كنعتذر من الناس اللي ما دوزناش الفيديوهات ديالهم غادي ندوزوهم ان شاء الله في الفيديوهات القادمة كنتمنى الفيديو يكون عجبكم كنتمنى انكم تبارطاجيو وتدعمونا ببارطاج الفيديو لايك تعليق شنو الفيديو اللي خسرتو فيه تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم